سجل القطاع السياحي انتعاشات ملحوظة خلال الربع الأول من السنة الجارية، ارتفاع ب10% بالنسبة لعدد السياح الوافدين وب20% بالنسبة لليالي المبيت. أرقام تم الإعلان عنها خلال أشغال الدورة الثالثة للأيام المهنية المنعقدة صباح اليوم بمدينة الجديدة. هذا انتعاش مهم جدا يشجعنا ويشجع جميع المهنيين بأننا لازم أننا نضعف المجهودات باش يمكن لنا أنه يكون إقلاع حقيقي ويكون إقلاع كذلك مستدام باش نوصلوا في آخر سنة ديال 2013 إلى زائد 7% إن شاء الله. خصنا نردوا الوجهة ديالنا السهلة في الوصول، خصنا نكثروا من التغطية الجوية اللي عندنا، خصنا الرحلات تكثر سنة بعد سنة باش نقدروا نملؤوا الفنادق. لقاء المهنيين والفاعلين في المجال السياحي كان فرصة لاستعراض المشاكل التي يعانيها القطاع كعدم التوازن بين الجهات السياحية وإكراهة النقل الطرقي. مثلا لما كنشوفوا مدينة ورزازات اللي كدير واحد النسبة ديال الملء ما كتعداش 17%، لا يمكن أبدا بأن نقول أنك قطاع سياحي مربح في هذه الوجهة إلى كملنا على الواجب. صار تحملات خصو يتعاد فيه النظر، لأنه الطريقة باش معمول دفتر التحملات فيه شويه ديال التعرقلات، وتنتمنى يعني باش ياخذوا عين اعتبار في هذا المجال. حسن التسويق، تنويع الوجهات السياحيه، تاهيل العنصر البشري، رهانه يرفعها القطاع السياحي المغربي خلال السنوات القادمه لانجاح استراتيجيه رؤيه 2020.